نيجي بقى على كام لقطه كانوا مهمين قوي في المباراه النهارده اول اللقطات باكيج اللقطات مجمع اعماله في هذه المباراه كان الشيبي وقبل ما اجيب لك لقطات الشيبي في رايي وراي كثير من محللي الكوره ومتابعي الكوره ان الشيبي بيقدم افضل اداء لزهير ايمن في الدوري المصري واحد من افضل الاجانب اللي جم الدوري المصري لعيب مجتهد ورائع ومميز جدا الشيب النهاردة كان ضحية ضغوطات بالجملة من أول دقيقة من أول دقيقة الراجل بعد ما الفرقتين قالوا السلام الوطني ورايحين يسلموا على بعض خلاص بعد السلام الوطني فراح اتفرج عليه اللقطات اهي كملها كمل, كمل اللقطات تمام فانت اللقطه اهي والسلام الوطني شغال وكل حاجه ماشيه كويس جدا وبعد كده الشيبي خرج خرج شايف هناك اهو في اخر الكادر خالص خرج من الـ من الطابور ده عشان اللعيبه لعيبه الاهلي هتروح تسلم على لعيبه بيراميدز فقال لك لا انا هخرج عشان ايه ما يجيليش حسين الشحات والناحيه التانية امام عاشور بيقول لي حسين الشحات بس ما تسلمش عليه ما تسلمش عليه ليه ما هو خرج ادي آه اول لقطه اول لقطه تمام تمام بدانا المباراه اللعبة سلمت على بعض والشيء ما كانش موجود بدات المباراه بدات المباراه ولقطه الهدف ولقطه الهدف خطا ما بيغلطوش الشيبي خطا ما بيغلطوش الشيبي بيحاول يعمل المباراه بكعبه وسط زحمه من لعيبه النادي الاهلي بص المنظر واللقطه دي كمان مدرب بيراميدز عنفه عليها مدرب بيراميدز بعد اللقطه دي عنف الشيبي على اللقطه ليه؟ هو مش في كامل تركيزه بص بيتنرفز عليه وبعد كده يقول له بتعملها بكعبك بص بص النرفزه بص العصبيه انت بتعمل لي بكعبك وده طبعا بيخرج لعيبه اكتر من من الاجواء، يعني هو اوريدي الشيبي نازل بضغط جاهز، الضغط المعروف بتاعه بتاع حسين الشحات، وده مكمل عليه. وده مكمل عليه، طيب وقفت الحكايه عند هنا؟ لا. كنت بتفرج مع زملائي على المباراه دي والصديق العزيز محمد جمال هيكون معايا بعد شويه بين الشوطين قلت له الشيبي ممكن يترد وطرد مباشر. مش مش انا مش الراجل اللي بيعرف التايهه الشيبي متوتر الشيبي متوتر فدخل دخله فيها انتقام من حسين الشحات السبرنت اللي جريه الشيبي على حسين الشحات ورايح يعمل التاكلينج انا رايح اذيك انا رايح اخد بطاري مين يا جماعه اللي بيوصلنا للاجواء دي أقول لك مين اللي بيوصلنا؟ أقول لك. لوائح ما فيهاش عقوبات رادعة للأخطاء. إدارات أندية أحيانا ما بتبقاش مسؤولة. وكلاء لاعبين. نودي القصص لمحاكم وقضايا. يعني اللي بيحصل اتقلبت خناقة.